الباب الثاني والستون ومئتان. باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه. المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناها هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك، والله أعلم.